سلام حبيباتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اليوم ان شاء الله باذن الله فلوق جديد. ان شاء الله اليوم الحد غادي نخرجوا واحد الخريجه، وهانتوما معايا فين ما مشينا وفين ما جلسنا غادي نوريكم. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكما وعدتكم دائما وقت ما خرجت هكا شي خريجه غادي نشاركها معكم ونعطيكم افكار بالنسبه للناس ديال مراكش. الا بغاو يخرجوا هكا وبغاو يبدلوا الجوهم ووليداتهم، نعطيهم افكار ان شاء الله فين يمشيو. وهنا يا غزالاتي كيف كتشوفوا معايا وصلنا هنا يا جمعفنا. صراحة كنا في الأول بنا مشيو القصبة ناكل الكفتة بسمن، ومن بعد ما بقاتش شقتنا عليها وقلنا نبدلو مشيو شي بلاصة أخرى. صراحة مازال ما قررناش، باقي كنفكروا نشوفوا أميرة شنو بغات. هنايا كيف كتشوفوا استغليت الفرصة وقلت علاش لا ما نصورش لكم شي لقطات من مراكش بالنسبة للمحبين مراكش، اللي صراحة الناس بزاف بزاف عزيز عليهم مراكش. حنايا عزيز علينا المدن ديال البحر، والناس عزيز عليهم مراكش سبحان الله العظيم. اللي كيكونوا في المدن ديال البحر من طبيعة الحال راه كيكون طال عليهم في راسهم البحر، تيبغيو يبدلوا بلايص اخرين. هنايا قلت كان الجو زوين، البنات الصراحه بزاف بزاف، وقلت كيف قلت لكم نستغل ونصور لكم واحد شويه. مهم هانتوما معايا بما نقرروا فين غادي نمشيو نتغداو، وغادي نشارك معكم النهار ديالي كامل. خليك لي يا غزالي ونطير معك يا ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غزالي ونطير معك يا ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا هنا يا غزالاتي. من بعد ما تغدينا كشتو معايا في الاخر قلنا نمشيو غير لماكدو، حيت اميره قالت لك بغيت نمشي ناكل في ماكدو، مشينا غير لماكدو. المهم غزالاتي من بعد ما تغدينا غادي نمشيو دابا لواحد البلاصه اللي تتعجب اميره بزاف بزاف. غادي نمشيو وغادي تعجب كاع الوليدات الصغار من طبيعه الحال. غادي نمشيو لبالوزالوند، واحد الفضاء ديال الديناصورات، ديال داكشي ديال الدراري الصغار، الالعاب، فضاء اللي هو زوين بالنسبه لي ما عمرو جاليه. ان شاء الله غادي نشاركوا معكم، غنشارك معكم هكا الالعاب اللي كاينين فيه، وبحال هكا تاخذوا فكره بالنسبه للناس اللي خارجين على مراكش اللي كيجيو وما كيعرفوش فين يديو وليداتهم، وبالنسبه حتى الناس اللي في مراكش هكا الا بيخرجوا وليداتهم في الويكند علاش لا. مهم هاد البلاصه هاد الفضاء هذا جا وراء مرجان ديال طريق كازا، اللور ديالو فين كيبان لكم واحد الجبل تما كاين هاد الفضاء هذا. اكثريه الناس بعدا في مراكش غادي يكونوا عارفينه، ولكن كيف قلت لكم بالنسبه للناس اللي خارج مراكش ما كنظنش يكونوا كاملين عارفينه، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. دائما الصراحه كنبغي نشاركو معكم وما كنديرش في الاخر فيديو،
واليوم قلت قررت انني غادي نشارك معكم ان شاء الله هذا المكان هذا اللي صراحه زوين. هكا تجيبوا فيه وليداتكم يضلوا فيه، ماشي يضلوا فيه كاع غير نص نهار راه كافيهم. كتاخدي واحد البغاسلي، في الاول كانوا دايرين غير واحد لاكارت وكتشارجي فيها الفلوس وكتلعبي في الالعاب اللي بغيتي، ولكن دابا ولاو دايرين دي براسلي. كيف كتشوفوا في الاخر ديال السيمانه كيولي البراسلي تيدير 70 درهم، وفي الوسط ديال السيمانه كيكون داير 50 درهم. وهذا البراسلي راه فيه الالعاب كاملين، تلعبوهم وتعاودوا عاوتاني الا بغيتوا تطلعوا تلعبوهم تعاودوا. ولكن كاينين واحد ثلاثه ديال الالعاب بالضبط ما كيدوزوش بهذا البراسلي هذا، بحال واحد البلاصه كيطلعوا لها كيسميوها دار الغوله ولا ما عرفتش، المهم بحال هكا. هذيك البلاصه كتخلصي 20 درهم عاد كتطلعي. وكاين واحد عاوتاني واحد اللعبه كتنقزي من الفوق فوق واحد البالون كبيره ديال هالوين ولا ما عرفتش، المهم منفوخه وكبيره وكتنقز من الفوق. وكاين عاوتاني واحد اللعبه اخرى، مهم ان شاء الله غادي نشاركهم معكم كاملين وغادي تشوفوهم. وكاين حتى لابيسين بالنسبه للناس اللي هكا كيجيو في الصيف وبغاو يجيبوا وليداتهم لابيسين. كيف كتشوفوا الدخله راه دايرين بالنسبه للدراري الصغار 50 درهم، وبالنسبه للناس الكبار 120 درهم، ودايرين حتى بالنسبه للعائله راه كينقصوا شويه. المهم كنتمنى يكونوا باين لكم الاثمنه. وحتى بالنسبه اللي ما بغاش يلعب ما بغاش ياخذ البغاسلي، ها هو البغاسلي كيجي على هذا الشكل هكا. بالنسبه اللي ما بغاش ياخذ البغاسلي ممكن انه يخلص غير الدخله ب 20 درهم وياخذ البغاسلي غير لوليداته، ولكن بالنسبه للوليدات الصغارين صغار بحال انا بنتي ضروري واحد اخر ياخذ البغاسلي باش يلعب معاها، حيت تقريبا كاينين غير واحد جوج ديال الالعاب اولا ثلاثه ديال الوليدات الصغيورين، وما باقي ديال الكبار يعني ضروري كترافقيها فيهم. وبالنسبه اللي عنده وليداتو كبار راه ياخذ لهم بغاسلي راه يلعبوا فيه تيعياو يلعبوا به زعما تيعياو. المهم غزالاتي بلا ما نطول عليكم، ها نتوما معايا، وان شاء الله نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انني كنعطيكم شويه افكار بالنسبه للوليدات هكا اللي بتخرجوهم، وحتى نتوما اللي بتخرجوا تفوجوا علاش لا. حيت صراحه انا كنتنحير في الاخر ديال الويكاند فين غادي نديو اميره فين غادي نخرجوا هذا، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم ان شاء الله هاد الافكار هادو هاد الخريجات. نتمنى الفيديو يعجبكم وها نتوما معايا. خليك لي يا غزالي ونطير معك الى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غزالي ونطير معك الى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا تخلي الوقت يسالي يا حبيبي.
خليك لي ليا بزاني ونطير معك الى هلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي ليا بزاني ونطير معك الى هلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح عشيري هلا معايا في وقت الشدة